رأفت تعال لحتى نتفهم أنا وياك، واضح إنه فهمنا بعضنا غلط. رأفت أوعك تصدق حكيه لهاد، جيت آخرك أنت وراوية من هون ونروح. صدقني بيكون أحسن لك إنك تروح من هون. ها أنا بوعدك إني رح أخذكن على البيت، رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لترجعوا عيلة واحدة من أول وجديد، هذا وعد. معناتها على هالحالة أنت الأستاذ عم بكذب عليك يا رأفت، أصلاً قبل هالمرة كذب عليك. أكيد هذا متفق مع الشرطة أنهم يعملوا لكم كمين ويقبضوا عليكم. ما في حدا هون لا شرطة ولا غيره، صدقني رأفت. تعال يلا. لاك صدقني نخلص عليكم يا كلاب. عم بحكي معكم، مين رح تاخدوا على الدكتور؟ أسيل، شو اللي مخبينه عني؟ اسمعي أختي أسيل، خلصنا خالتي، تركيها تحكي. يلا فهميني هلأ، أنت ليش بدك تروحي على الدكتور؟ أنا الحقيقة رح أروح لهنيك مشان بنت واحد من الزباين، يعني بس حتى ساعدها مشان تتعالج. بالله جد؟ لك تسلميلي يا أختي، شايفة شو طيوبة؟ ما شاء الله. خالتي مبين عليكي كأنك مضايقة شوي. سليم مشغول بالي على سليم مشان هيك متضايقة. سليم ما عم يحس حاله إنه جاهز لحتى يتجوز هو وأسيل. إيه بس أنا بعرف ابني منيح، ما بيحكي كل شي لأنه خجول، ولا ليش لحتى ما يكون جاهز؟ يعني صار عمره مناسب ليتجوز. طالما عم تقولي سليم خجول، خلينا نروح نطلبه لأسيل نحن. خلص بكفي بقى، إن شاء الله الليلة بحكي معه بالقصة. خالتي أنت عم تحكي عن جد؟ أسيل سمعتي شو قالت؟ طبعاً، ورح نتمم هالشغلة على خير إن شاء الله. إن شاء الله. تعا من هون. وين اختفوا هدول الاولاد؟ ما بعرف، مانن مبينين. يا عم على هالقصة، يلا اركض. امي ليش عم تضبي اواعينا؟ اصلا انا تاخرت كتير على ضبهم، يا ريتني مقرر هالشي من اول، مشان انت تحبني ومشان نعيش عيشه حلوه ومشان اقدر اساعدك. طيب ليش عم تحكي هالحكي بهالوقت؟ لتكون مبسوط مستعده اعمل كل شي، أنا مشانك مستعدة موت. رح نرجع على سوريا. إيه بس أول ما نقطع الحدود السورية بابا رح يقتلك، حاسب حساب لهالشي؟ بكفي إني شفتك وضميتك لحضني وشميت ريحتك كمان، وبعد هدول الشغلات ما بيهمني شي بنوب. بسنين اللي مرقت كل ما أشوف ولد كنت أتخيلك، كنت أقول يا ريت كان عايش ويصير اللي بده يصير، المهم يربى بحضني. والحمد لله التقيت فيك. خلصنا بقى، حاجة تفكر فيني، المهم أنت تكون مبسوط وهالشي بيكفي. رح نروح من هون. بتحبي وصلك لمحل أنسة؟
ولك فهمني شو يعني الأرض انشقت وبلعتن ولا؟ طيب بركي كانوا طالعين من شارع تاني أخي؟ لك الله يلعنن، الله يلعنن. أنا انتهيت، عم تفهم انتهيت؟ ماشي الحال، رح نختفي عن الأنظار لفترة، وإلا رح يقتلونا نحن الاثنين، فهمت؟ يلا يلا. لازم لاقي راوية لأنه خايف يصير معه شيء. شو قصدك؟ معقول تكون أختك بخطر؟ هذا رجائي عطاني طرد، بظن إنه في جواته مخدرات وعطى واحد تاني لراوية. أنت متأكد؟ سمعتهم وهن عم يحكوا. لازم لاقي أختي، بترجاك ساعدني حتى لاقيها. أنا خايف كتير يا رب، صار لي سنين عم أهدي الناس على طريق الصبر والإيمان، بس يلي عرفته هلأ أني عم أطلب منهم الصبر وأنا ما عم أقدر أصبر. وعند أول مصيبة صابتني خفت وما عدت أعرف كيف أتصرف يا رب. كيف بدي فاهم هالشي لمرتي؟ يا رب ثبتني على الإيمان بالقضاء والقدر، ولا تمنعني من شفاتك وتسكر بوابك بوشي، وبعت لي دواء من عندك للبلاء يلي ابتليتني فيه. راوية! شايف ما قدرنا نلحقها. وقف 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 وقف! بنتي سارة، شو صار؟ شايفة أخدين الشناتي؟ سيد نجاتي، طمني كيفك؟ شلون حاسس حالك اليوم؟ إذا قلت لك منيح بكون عم كذب. عم أتخيل حالي إنه أول ما رح أطلع من هون رح روح مشان أشرب. عم حاول أشغل حالي بأفكار تانية بس ما عم تزبط. هالشي طبيعي سيد نجاتي، ما في داعي لكل هالإحباط. بداية العلاج صعبة بس بعدين رح تتحسن. إذا عندك تصميم وإرادة قوية ساعتها أكيد رح تنجح. صدقني أنا ما عم فكر بحالي دكتور، عم حاول أعمل هيك مشان أولادي. مالي حابب خيب أملهم فيني. أنا بعرف سيد نجاتي، الناس يلي تعافوا من هالعلة تعافوا بعد ما كان عندهم إرادة قوية، وما شاء الله عنك أنت إرادتك قوية، والشي المنيح بالموضوع أنه أولادك واثقين أنك تقدر تعملها. بدي أحكي مع أولادي كمان دكتور، فيني أحكي معهم تليفون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لنا محل حسان قريب من هون. قصدك مطعم حسان؟ اي نعم اخي. لف على اليسار بتلاقيه على ايدك اليمين. طيب، مع السلامة. من وين طلعت هالفكرة وليش قررتوا هذا الشيء هلا؟ هيك بيكون احسن لنا عمو عثمان، يعني هاد هو قدرنا. بنتي، ليكون عم تعملي هيك لأنه ما لقيتوا بيت تسكنوا؟ بتعرفي الواحد ما في لاقي بيت بهالسرعة، وعلى بين ما تلاقوا فيكن تضلوا قاعدين عنا. شكراً كتير خالة، شكراً، بس إذا منروح من هون بيكون أحسن. يا جماعة، هاي البيت قدامنا، قصدي بيت ابني مراد، صار له سنين مانو مسكون، يعني بده شوية تصليحات، بس إذا تساعدنا سوا رح يطلع كتير حلو. والله هالفكرة ما خطرت ببال حدا، برافو عليك. رح أتصل مع مراد وأسأله، وأحسن ما يضل البيت فاضي هيك منستفاد منه، وكمان بتضل بنتنا سارة ساكنة قريبة منا. يسلم،
بس إذا منروح يمكن بيكون أحسن. بظن هالحل مناسب للكل. راوية رأفت؟ بعتذر منك راوية. يلا يا جماعة لازم نروح على المدرسة فورا. على المدرسة؟ طيب شو رح يصير بأبي؟ انتو تحولتوا على المجلس التأديبي، وإذا ما رحتوا دافعتوا عن حالكم هنيك فيمكن يفصلوكم من المدرسة. يلا بسرعة اطلعوا. ما بدي شي ابنه، أنا ما بدي شي منكم غير أحكي مع أولادي. لو عم يجوا على المدرسة كنت خليتك تحكي معهم. شلون؟ ما عم يجوا على المدرسة؟ طبعا ما عم يجوا، ومن بعد اليوم رح تكون دراستهم عنا كتير صعبة. طيب ليش بقى؟ ليش رح تكون دراستهم صعبة عندكم؟ بسبب تصرفاتهم وسلوكهم السيء اليوم رح نعاقبهم ونفصلهم من المدرسة. مشان هيك لقي مدرسة تانية لأولادك. طبعا إذا لقيت مدرسة تسجل فيها هيك أولاد. لك شو أنت ما عندك ضمير ولا رحمة؟ ليش عم تعمل هيك بولادي؟ اسمع لقلك سيد نجاتي، انتبه على حالك، انت ما عم تحكي مع رفيقك بالخمارة، يلي عم تحكي معه بيكون مدير. لك انتو شو بدكن من ولادي؟ خلص اتركوا ولادي بحالهم. شو اللي عم بتساوي يا سيد؟ اتركوا ولادي بحالهم، اتركونا بحالنا. سيد نجاتي هدي حالك شوي. هدول شو بدهم منا؟ ولك انا بدي ولادي، بدي ولادي، بدي ولادي. أقنعتها تستنى سليم ليجي، بلكي بيحاول يغير رأيها ويمنعها تسافر. يمكن هذا الشيء يكون أحسن لألون عمو عثمان، ما فيك تعرف. مزبوط يمكن، بس بصراحة ماني مرتاح لروحتهم بهالطريقة هي. أنا لو كنت محلها كنت ساويت مثل عمو عثمان، كرمال زينب والولد يلي جاي مستعدة ضحي بحالي بدون ما يرفلي جفن. الأم دائما هيك بتتصرف، حتى القطة الجبانة ممكن تضحي بحالها كرمال ولادها إذا كانوا بخطر. الله اللي حط هالحنان بقلوب الأمهات. لقنا وقت اللي طلع التحليل وقالت لنا الدكتورة إنه جاني مصاب بمتلازمة داون. إيه طبعاً بعرف هالشي، بس نحن حابين نتأكد أكتر من الموضوع. أصلاً كنت رح أسألك هالسؤال، في أي خطورة عليها؟ ماشي فهمت، خلص رح نجي بأقرب وقت. مع السلامة. خير يا أسيل، شو صار لك؟ كأنك شفتي قدامك عفريت وقت فتت؟ لا بس أنا تفاجأت فيكي واستغربت من جايتك. جيت شوف التياب، اجت مدام نعمات تاخذ تيابها؟ آه ما وصلت لسه، بس رح تجي بعد شوي، أساساً أنا عم بستناها. يا بنت لا تطولي ولا تروحي لبعيدها، ماشي؟ إيه حاضر بابا. تعي حبيبتي سارة، لا تضلي قاعدة عندك، تعي اشربي كاسة الشاي قبل ما تبرد. يسلموا خالد، مالي نفس لشي بنوب. انت عم تكذبي كل مره بتحكي نفس القصه، شو عم تضحكي علي؟ انت مفكره انه بهالطريقه رح تخليني احبك؟ على اساس بدك ترجعيني على سوريا ومن هالحكي؟ انت ما بدك ترجعي، بس خلص انا رح ارجع لحالي. ابني انت ليش عم تحكي معي هيك؟ اذا حابب انه نرجع لهنيك تكرم عينك، وشو ما كانت النتيجه رح ارجع معك. سامحونا يا جماعه وقلوا له لسليم بيك لا يواخذنا، ما فينا نستناه. عثمان أفندي، احكي
احكي مع البنت رايحة برجليها للموت. وقفي عندك شوي يا بنتي. أنا ما راح خليك تروحي على الموت برجليكي. طالما سليم مو هون افضل تقرري إنك تضلي، لأنه أكيد ما راح يسمح لك تروحي أبدا. يلا لشوف علي بيك، القرار إلك، وشو ما كان هالقرار قوله. عمو عثمان. لا بنتي لا، لا تعترضي على كلامي. شفنا بعيوننا من قبل قديش كنتي مظلومة، وإذا كان السيد علي ما نسائل عنك فأنا ما راح أسمح لك تروحي على الموت برجليكي، لأنه لا سمح الله إذا صار لك شيء هنيك ساعتها ابنك طول عمره راح يحس بعذاب الضمير. ولهالسبب من شان سلامتك ومن شان ابنك راح تضلي قاعدة هون. فكر منيح وقرر بعدين، لأنه إذا رحت الله أعلم شو راح يصير بأمك، وإذا راح تشوفها بعدين. يلا ابني إذا راح تروح فأنا هلأ فورا راح أروح معك لحتى وصلك على المطار. فيك تستعجل أكتر من هيك؟ عم بستعجل قد ما فيني أخي. المجلس التأديبي جاهز؟ حضرة المدير بعد شوي رح يجتمعوا كل الأساتذة، بس الأستاذ سليم والطالبين ما أجوا لهلا. ألو نعم أستاذ سليم، هلا كنت عم أسأل عنك، يعني لساتكن على الطريق؟ بدك انا نتاخر؟ اتكرم على عيني، بس ما بظن انه هالشي رح يفيد كتير، رح اخره نص ساعه. انسي روحي اطلبي من المجلس الجمع فورا. خلينا نشوفك سليم بيك كيف رح تحل الموضوع وتخلص الاولاد. افرض هو بقى حاجتك شي، لسه قدامنا نص ساعه تانية، ان شاء الله منلحق الاجتماع. يلا انت وياها اضحكوا شوي. عمو عثمان انا برايي انه خلينا نستنى سليم شوي بيكون احسن. خلاص لا تاكل هم، انا بحل الموضوع. لا تروح لا تروح لا تروح، يا بتضل هون يا بنروح مع بعض. علي وقف، رح روح معك. ما بقدر اتركك. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. سارة خانم ابني، هذا الشيء اللي عم تعمليه ما بيصير، لازم تصبري شوي. اذا كان الله مقدر لك تكوني مع ابنك فرح تكوني معه، بس نحن ما رح نسمح لك تروحي على الموت برجليك شو ما صار. عم عثمان طولي بالك يا بنتي، خلاص اهدي شوي. علي علي لا تروح، علي استنى لا تروح. سارة هدي حالك. خلص اصبري شوي بنتي. لا تروح يا ابني. خلص خلص الله لا تروح. خلص هدي شوي هدي شوي. طولي بالك طولي بالك. أهلين وسهلين يا عمري. أهلين أهلا وسهلا فيك. تفضلي تفضلي يا أهلين وسهلين. أهلين فيك. خليني بوسك. فوتي فوتي يلا فوتي. يا عمري انتي اهلا اهلا وسهلا. شو هالشعرات الحلوين ما شاء الله، طالعه مثل الاسد. ما يكون كمان برجك الاسد؟ لا حبيبتي انا برجي السرطان، بس بيقولوا انه صفاتي من صفات برج العقرب. دخيلك يا عمري، اصلا هنن كلهم مثل بعضهم، يمكن طالعك العقرب من شان هيك بخربطوا برجك، بس مو مهم. يلا ليش واقفه برا، تفضلي. ايه مزبوط رفيقة سونيا، برج السرطان وبيقولوا صفات العقرب. منيح تمام، بس ان شاء الله ما انساهم. شو عم تساوي؟ هذا انتي يا عفريتي؟ ها شو رأيك خبر ابوكي شعلك ادنيكي؟ لا روحي وشعلي ادنيكي انتي، اصلا انتي طالعة مثل الساحرة. ها مين عم يعلمك تردي جواب وليه؟ يا قليلة الترباية يلا انقلعي، ما بدي اشوف وشك هون.
يعني أنا اللي حابة أشوف وشك؟ خير يا زينب، شو الظاهر جدك عثمان اللي طلب منك تشتغلي؟ لا والله أنا اللي حابة أشتغل جده ماهر، من بعد اليوم هذا المكان رح يكون محلي أنا ماشي؟ رح بيع هالأغراض هون وأعطي حقن لخالي سارة، بس مشان ما تروح من هون. ماشي حبيبتي زينب، بس ما بيصير، معقول دكان بقلب دكان؟ اسمعيني لكان، أنا رح أعطيكي كليان سردين، وأنت بتروحي بتبيعيهم، لأنه تجارة السردين بتطالع مصاري أكتر. جدو ماهر قلي لشوف شو بتحبيعه؟ الشي اللي عم ساويه عمل خير بيشبه العمل اللي ماما شكران عم تساوي. والله أنا برأيي تبيعي لجدك ماهر هي، لأنه بتلبق له وبتشبهه كتير. بيك 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 بيك. يلا روح من خلقتي، تضرب شو إنك أهبل. استغفر الله يا ربي. إيه شو أعمل، أنا راح أشتري منك شغلي، ما في قدامي حل بنوب. خدي هاي لشوف حبيبتي زينب، وأنا رح أشتري هالمسبحة، بعيني إياها لشوف، حتى أحمد الله فيها على نعمة العقل. اللي عملوا الشي لك مثل ما شفتوا تصرفات الأولاد واضحة، هدول الطالبين ما راح يكون لهم مكان بمدرستنا بسبب مشاكلهم. لا وفوق هيك كمان هاي راوية حاولت تنتحر. حضرة المدير أنا بوافقك على رأيك، لأنه مع الأسف هدول الطالبين راح يأثروا على بقية الطلاب. إذا عاقبنا هالطالبين بالشكل المناسب ساعتها راح نخليهم عبرة لباقي الطلاب يلي بهالمدرسة، وما عاد يعملوا مثلهم وبيصيروا يديروا بالهم. والأهم من هذا الشيء إنه نحنا ما نسمح لمثل هيك أولاد إنه يشوهوا سمعة المدرسة. أنا مالي معك بهالفكرة، برأيي من حق الولدين إنهم ياخدوا فرصة تانية ونحاول نعالج هالتصرفات اللي عندهم، لأنه هالعقوبة ما رح تفيدهم بشي أبداً، وإذا بتحبوا بقلكن ليش، لأنه الوضع العائلي لهالطلاب مخربط. هالحكي مزبوط، بس عنا 500 طالب، مو مطلوب منا نعرف وضعهم العائلي ولا نعالج الحالات النفسية اللي عندهم. نحن لازم نكون صارمين ونطبق القانون. انت شو رأيك استاذ؟ انا كمان رأيي نتعامل معهم وفق القانون. حسب القانون رح يكون قرارنا يا جماعة هو فصل رأفت وراوية من المدرسة نهائيا. بحضور أعضاء المجلس اتخذ القرار بحسب القانون بفصل الطالبين رأفت كونكور وراوية كونكور من المدرسة نهائيا، ومنح الخدمات الاجتماعية حق رعايتهم وتحمل مسؤوليتهم ليتم نقلهم لمدرسة تانية، وهذا القرار نهائي. هذا الشيء ما بيصير، انت ما فيك تفصلنا من المدرسة. رأفت اهدى شوي، طول بالك. بعد اذنكم حابب اقول كلمة قدامكم. اسمعوني يا اساتذة، نحن كلنا بنشتغل بنفس المهنة وبنعرف انه تدمير مستقبل طالب مو شغلة سهلة، وانتو بتعرفوا هذا الشيء اكتر من الكل. اي نعم هن عندهم اخطاء ومتقبلين هالشي، بس كمان أخطاء الأم والأب ما لازم يحملوها الأولاد، هذا شيء مرفوض. أستاذ سليم بكفي، المجلس التأديب اتخذ قراره، لا تعذب حالك على الفاضي، وأصلاً يا ريتكم كنتوا جايين على موعد الاجتماع بدون ما نذكركم فيه نحن. نفكر إنه الشيء اللي سويته هو المزبوط؟ لازم نكتب محضر الجلسة بشكل رسمي لحتى نقدمه للتربية، وهلأ أنا رح أكتب لهم الوضع النفسي اللي عم يتعرضوا له الطلاب، ورح طالبهم انهم يجوا يعملوا تفتيش،
انتو عم تفرضوا سلطتكم بالقوة. وقت بيجي المفتش شو ما كانت النتيجة رح نقبلها كلياتنا. أنا بوافق الأستاذ سليم، وبهالحالة رح نساعد كلياتنا مع بعض لحتى نحل المسألة بشكل صحيح، وساعتها ما في داعي للمفتش يجي لهون. صح صح، وأنا كمان هذا رأيي. منناقش الموضوع مرة تانية، بركي منوصل مع بعض للقرار الصح. أنا جاي لحتى أعتذر منكم على الشيء اللي صار مع أولادي. أنا السبب باللي صار. ما بدي تعصبوا على أولادي، ما بدي تخلوهم يبعدوا عني. هالولاد هني حياتي وكل شيء بملكه. أنا مدمن على الشرب، وهلأ أنا مصمم أني أخلص من هالإدمان. يا جماعة أنا بحاجة إلهم كتير، ولأني تسببت لكم بمشاكل بطلب تسامحوني، لأنه أنا كتير بحبكم وكرمالكم ضحي بحالي بدون ما أفكر. بابا حبيبي، ونحن كمان منحبك كتير، أوعى مرة تانية تتركنا لحالنا. ليك علي، انت هلأ شاب واعي وبتقدر تاخد قراراتك لحالك كمان، بس وقت تاخد قرارك بتمنى انك ما تكون اناني، احسن ما تندم عليه بعدين. وبالاخير يا ريت تاخد هالقرار عن وعي واحساس بالمسؤولية. سارة بتكون امك، وهي المرة اللي جابتك على هالدنيا. يا ترى طلعت شي مرة على عيونها؟ شفتها كيف بتطلع فيك؟ انتبهت كيف بتحبك وقديش بتهتم فيك؟ هيك بتردلها العذاب اللي عاشته وضايقته كرمالك؟ هذا التصرف اللي انت هلأ عم تعمله بتستاهلوا هيك أم يا ترى؟ أمك رجليها بتنباس، بكفيها العذاب اللي تعذبته على غيابك. إذا رجعت خسرتك مرة تانية أكيد رح تموت وما رح تقدر تتحمل. إذا رحت هلأ يكون بعلمك ما عاد تشوفها لأمك، لأنه هي ما فيها تضل عايشة من دونك. أساساً أبوك ما رح يخليها تعيش، وأكيد رح يخلص عليها. يا سارة حاجة عزبي حالك بلا هالبكاء. يلا لشوف شربي كاسة هالماء. طيب يا بنتي ابكي، لا تحبسي الوجع جوالك، ابكي مشان تفضفضي وتخففي عن حالك. الله شايف دموعك وبيعرف انك مصدومة. لا تخافي بنتي، الله ما رح ينساكي. رب العالمين ما رح يرضى انه وحدة ام مثلك تتعذب ظلم، واكيد رح يرجع لك حقك يا عمري. بتحبي تشتري شي من عندي؟ زينب شو هدول؟ خالة سونيا انتي بتحبي تشتري شي من عندي؟ ليكي انا عم بيع طواق وخواتم. يسلموا ما بدي. حبيبتي زينب خير، شو عم تساوي هون؟ مثل مالك شايفة أنا قاعدة هون وعم بيع أغراض، بس ما حدا عم يشتري. تشتري مني أنتي؟ أمك بتعرف أنك عم تبيعي هالأغراض يا ترى؟ لا، بس أنا عم بيع هالأغراض مشان الخالة سارة. ماما ما عندها خبر بالشي اللي عم بعمله. زينب خير، أنتي شو عم تساوي هون؟ عم بتبيع أغراضها وألعابها هون مشان تساعد خالتها سارة. تعالي معي لشوف. تعال بيعتنا الصغيرة، تعي تركي ايدي، تركيني بحالي، انا بدي ساعد خالة سارة.
يا أهلين، بتشكركم كتير على هالزيارة، عيدوها مرة تانية. تفضلوا 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 يا جماعة، بتشكركم على جيتكم. لازم تعيدوها مرة تانية. خاطرك حبيبتي. أوه يلا لشوف، منشوفك مرة تانية عن قريب. حبيبتي شرفتونا، أهلا وسهلا. هاي كندرتي مليانة مي. هذا أكيد شي ولد أزعر عمل هيك. شفتي مثل ما قلت، قلت لك إنه رح يصير معك شغلات غريبة عجيبة. أخ منك نريمان، ليش شلحتينا ياهم برا؟ لو فوتناهم أحسن. وبتعمل حالة بتعرف كل شي. شوفي بيلسان ما شاء الله ما في شي ما بتعرفه. إيه بيلسان هي ما بتجيب ضفري. أنا رح قلك شغلة، الطريق يلي ماشية منه نحن نسيناه من زمان، ليكون عندك علم. إيش وهالقصة الكبيرة هي؟ كلهم شوية مي وفاتوا بقلب كندرتك، شو صار يعني؟ يلا يا نسوان. عن جد انت فاجأتنا بتصرفك، بسطت كتير مشانك ومشان أولادك. يسلموا أستاذ سليم، لو ما أنك واقف جنبي ما رح أقدر ساوي هيك. أستغفر الله. إن شاء الله بعد اللي صار ما عاد حط المشروب بتمي أبدا، بيكفي العذاب اللي عذبته لأولادي، هنن بالنسبة إلي كل شيء وأحلى هدية من رب العالمين. بس يكون قرار المجلس التأديبي لصالحنا وكل شيء بيتصلح. خير؟ شو اللي صاير أسيل؟ شو اللي رح يصير أكتر من هيك؟ البنت رجعت تعمل مشاكل. شو ساويت؟ سألوها إذا بتحبوا. حبيبتي شو عملتي؟ ليش قاعدة عم تصرخي هيك؟ أنا حضرت الإمام؟ حضرت الإمام؟ حاجة توعز العالم وتنصحهم. روح اهتم ببنتك وربيها منيح أول. هالبنت بهدلتني قدام ضيوفي. ما عم أفهم عليكم، اهدوا فهموني شو اللي صار. لك والله طالعت لي خلق كتير. بنتكن هي اجت عبت كنادر ضيوفي بالمي وبعدين حملت حالها وهربت. اصلا انا ما غلطت، لو مأجرة خالة سارة بيتك ما كنت عملت هيك. لا ولسه في اكتر. بعد التحقيق بالمشكلة قررنا بالاجماع ما يلي: القرار الذي تم اتخاذه من المجلس بحق كل من رأفت وراويو كونكور، وبعد الجهود التي قدمها والدهما نجاتي كونكور اليوم لإيجاد حل للمشكلة ولإبدائه مسؤولية تجاه أولاده ولمساعيه لحمايتهم، قررنا أن يتابع كل من الطالبين الدراسة بمدرستهما. ولكن في حال تكرار هذه الحادثة سيتم إبعاد الطالبين عن المدرسة بأسرع وقت. قرار المجلس التأديبي. مبروك، هاي أخبار حلوة ها؟ مبروك. انبسطت كتير لأنه رجعنا. والله كنت عارفانة. فرحوا فرحوا يا شلة المساطي، لنشوف بس ليروح اللي داعمك. رح تلاقي حدا يوقف معك من بعدها. والله فرحت كتير من شانهم. ألف مبروك سيد نجاتي، بتمنى لكم التوفيق من قلبي. شكرنا يلي علينا وباقيان انتو تزبطوا وضعكم. من اليوم ورايح صار فيك تعيش مع أولادك. يا سلام. عن جد بشكرك كثير استاذ. العفو، هاد واجبنا. الله يخلينا ياك ويوفقك استاذ سليم، لو ما كنت واقف جنب. استغفر الله سيد نجاتي، كل شي صار كان بفضلك انت. انا طاير عقلي من الفرحة. لا تخليه يطير بلا ما تردي تعملي لنا مشكلة. انا ما عملت اي شي غلط بابا. ايه ماشي، بس حبيت أجمع مصاري مشان خالة سارة وبيع أغراضي حتى ساعدها. طيب ماشي حبيبتي، فهمت. بعرف إنه نيتك صافية، بس ما بيصير نعاقب حدا ونأذيه وننتقم منه. بالأول رح تعتذري من ناريمان، بعدين رح تروحي وتعتذري من باقي الستات، ورح تطلبي منهم يسامحوكي عشية اللي ساوتي. ماشي ماشي، بس هي كمان لازم تروح وتعتذر من الخالة سارة. يا سلام على هالزمان، الأولاد صاروا بدهم يقلونا شو نساوي. خالتي سارة، تعوا اجا السيد عثمان.
هذا القبضاي الصغير غير رأيه بآخر لحظة، بعدين قررنا نروح أنا وياه على السوق مشان نجيب أغراض للبيت لحتى هالبيت يقدر يقاويكن مع بعض. خالة سارة رح تضل عايشة قريبة منا صح؟ يا سلام. ما معك فراطة مدام؟ لو كان معي بعطيك. لا تواخذيني والله ما معي صرافي. طيب رح شف لك. لازمني صندوق للفراطة بهالبيت. هاي شنطة هي أسيل. نسام بيرجان. نتيجة بوزيتيف. دخيلك يا ربي. فكرتك كتير ممتازة يا بابا، هيك بيضلوا قدام عيوننا. بيت مراد ما فيه حدا، خليهم يستفادوا منه. رح يكون هالرجال هو المسؤول عن البيت وهو يلي رح يصلحه ويزبطه. أهلا وسهلا أسيل. أهلين وسهلين يا بنتي. ابني في موضوع مهم كتير حابة أحكي فيه معك. خير إن شاء الله أمي. خير خير. يلا حبيبتي حاجة دلع، كلي هاي لشو. بس أنا فيني أكلها لحالي، تركيها. رح شوف مين. خالتي. انتو امتى كنتوا رح تخبروني بهالشيء؟ من حقي اعرف صوتك. صدقيني يا امي اختي ما عندها خبر، ونحن من جديد لعرفنا وما صار فرصه لنخبرك. خير شو اللي عم بيصير؟ حبيت شم شويه هوا بعدين صرت فكر بشغلات وحسيت انه في شيء صاير. خير ان شاء الله، شو صاير؟ انتي روحي اهتمي بزينب. طيب على كل حال أنا رايحة أحكي مع سليم بموضوع خاص، إذا صار معك شي ناديلي. طيب ماشي خالتي. أمي أنا عم بسمعك أمي. ليك يا ابني الحمد لله رجعت لهون وصار عندك وظيفة وكمان في عندك مورد بكفيك لحتى تفتح بيت. بعرف لوين حابة تصلي بهالحكي، انت عم بتحاولي تقلدي باقي الامهات ما هيك؟ بس ما كنت متوقع تفتحي معي الموضوع بهالسرعه. شو هالحكي يا ابني؟ ليش عم تتمسخر على امك؟ ليك صار عمرك مناسب هلا لتتجوز. وانا لقيت لك بنت الحلال اللي بتناسبك، ايه؟ وبصراحه هالبنت معجبه فيك. امي ماني جاهز لاتجوز بهالفتره. في شي لازم اعمله بخصوص مستقبلي. بعدين بالأول لازم زبط وضعي كمان. بصراحة لحتى أوضح لك أكتر، في شي متعلق بشغلي. أنا في عندي التزام، في شي ملتزم فيه. بعرف صعب إنك تفهمي علي وكمان صعب أشرح لك الموضوع، بس أنا بهالوقت مشغول مع طلابي وما بدي ورد شخص تاني معي بهالمشاكل. يا ابني أنا بعرف طلابك مهمين بالنسبة إلك، بس العمر عم يمرق، شو بدك تساوي؟ بعدين اسمع لقلك، البنت يلي لقيت لك ياها مثل ما انت بدك تمام، اكيد رح تساعدك بحل مشاكلك ورح تبنوا مستقبلكم سوا وتصير سندك. ومين هالبنت بقى امي؟ اسيل. قلتي اسيل؟
قصدك أسيل بنت المرحومة خالتي؟ طيب شلون؟ أنا بعمري ما فكرت فيها بهالطريقة. صار لسنين وهي عم تستناك يا سليم. وقت اللي كنت بسوريا أنا عطيتها وعد إني رح جوزكن وقت تكبروا. أمي أنا هلأ ما بقدر أفكر لا بأسيل ولا بأي وحدة تانية بنوب. قلت لك إنه ما بدي ورد حدا معي بمشاكلي أبداً.